سلام عليك يا بيبو. بيبو مخرجنا المميز في الحقيقة بيقول ايه، خلصنا الدوري بقى نركز في افريقيا. فدي كانت لقطات هو بيعرضها لنا طبعا لتاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقية، وان شاء الله باذن الله البداية تكون قوية للنادي الاهلي في البطولة الافريقية الجديدة من خلال مواجهة فريق اطلع بره الجنوب السوداني. ان شاء الله كل توفيق النادي الاهلي. بينورني ويشرفني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ايمن بدرة، رئيس تحرير اخبار الرياضة. يا استاذ ايمن مساء الخير عليك، منورنا ومشرفنا. مساء النور عليك استاذ امير، مساء الخير على السادة المشاهدين الكرام. الشرف لي ان انا اكون مع حضرتك في اول مره في هذا البرنامج. يعني الشرف لينا استاذ ايمن، طبعا منورنا دايما، وانا سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا النهارده. عندنا كلام مهم قوي عن النادي الاهلي، وعندنا فرحه مستمره للجماهير الاهلاويه بعد الفوز ببطوله الدوري، وكمان الفوز بالامس على نادي الزمالك. بشكل عام كيف رايت المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري بالنسبة للنادي الأهلي من خلال مواجهتي المقاولون ونادي الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خليني الأول أقول إنه اللي عمله فريق النادي الأهلي في مشوار البطولة والإنجاز اللي توج بيه بالفوز ببطولة الدوري، بصرف النظر عن إنه بطولة جديدة أضيفت إلى سجلات البطولات الكثيرة للنادي الأهلي، وبصرف النظر عن إنه يعني شيء مفرح وبطولة لها طعم خاص، لكن أنا شايفها بصفة عامة هي ملحمة يقتدى بها للمجتمع المصري كله. كويس. إزاي إنك أنت تكون في وضع صعب، إزاي إنك أنت يعني أنا بتكلم بقى كشاب كرياضي كمصري، إزاي إنك تكون في وضع صعب، تكون بتتكالب عليك قوى كتيرة، بتكون في موقف عندك صعوبات بتواجهها، إصابات ومشكلات، وأحيانا بعض الجوانب أو القرارات الإدارية اللي بتفرض عليك، بعض الاتجاهات الرأي العام اللي بتصنع بشكل أو بآخر، وتصمد أمام كل هذا وتفضل ترتقي واحدة واحدة، ترتقي درجة درجة إلى أن تصل إلى هدفك. ده معناها إنه كان في شيء من الإيمان، شيء من التصميم، شيء من العزيمة، أو خلينا ما أقولش شيء، كثير من التصميم والعزيمة والإصرار ومقومات البطل والإنسان القوي هو اللي بيحدد هدفه، هو اللي بيحدد هدفه. فأنا بعتقد إنه ما صنعه فريق النادي الأهلي نموذج يحتذى للرياضة والرياضيين ولكل مجالات المجتمع. الناس لازم تحتذي بمثل هذا الأمر. ما تلتفتش للصغائر وتحط قدامها الهدف، تجد صعوبات تتجاوز، تجد صعوبات قد تتعثر، ولكنها لا تقع، لكنها لا تستسلم لهذا الوقوع. كويس. ده نتاج الملحمة اللي كلنا شفناها واللي وصل بيها النادي الأهلي من فريق متأخر في ذيل جدول الدوري إلى فريق بيعتلي قمة البطولة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه اللي كان متصدر. ناس كانت بتتصور إن ده أوهام، ناس كانت مستصعبة الأمر. ومش عايز أخبي على حضرتك، أنا كراجل مسؤول عن جورنان ومعايا زملاء بنقعد نستشير، وصلنا لمرحلة بنقول لا خلاص، يعني الأهلي الدوري، وكنا يعني شايفين أنه في صعوبات شديدة جدا، شكيتوا في أن الأهلي ممكن يفوز ببطولة الدوري، صعبة جدا، لكن إحنا ما شكيناش في قدرة الأهلي. ولكن اللي سرب إلينا الشك كم الحرب وكم الظروف وكم ظروف المعاكسة اللي كانت ضد النادي الأهلي، من إصابات خطيرة جدا جدا من معظم لاعبي الفريق. النادي الأهلي لعب بعدد كبير، وصل إلى 12 و13 لاعب، وصلت الإصابات إلى رأس الإدارة في النادي الأهلي إلى الكابتن محمود الخطيب اللي تعرض لوعكة صحية شديدة جدا جدا، ورغم ذلك كان بيأدي عمله وهو في المستشفى وهو يعني. فأنت بتتكلم على ملحمة تحدي، أتمنى أنها تكون نموذج يحتذى به لكل المصريين في كل المجالات. والنادي الأهلي كرائد في مجال الرياضة وفي صناعة الشباب بيقدم هذا النموذج بكل الاحترام والتقدير وبدون أي تجاوزات. كويس جدا. وهي بطولة في التحدي وبطولة في الأدب والأخلاق الرياضية. حلو قوي الكلام ده استاذ ايمن في الحقيقه. هروح بقى كفايه كده. لا نورنا طبعا. طيب يعني المباراتين بقى، مباراه المقاولين، وكان هدف النادي الاهلي داخل هذه المباراه ان هو عايز يحسم الدوري قبل مباراه الزمالك، وفعلا الحمد لله قدر ان هو يحسم البطوله. وكمان مباراه بعديها قدر النادي الاهلي انه يفصل ما بين فرحه الفوز باللقب
والتركيز على الفوز على نادي الزمالك. شفت الماتشين دول ازاي؟ دي بصراحه فيها جانب كبير جدا جدا من الكلام اللي انا قلته في الاول. كويس. لانه انت لما بتصل امام فريق المقاولون وهناك شوشره مصطنعه ومحاوله لصناعه وعي عام زائف لدى الراي العام بانه فريق المقاولون هيكون له توجهات او هيكون له امر اخر من الشائعات اللي بتطلق للاسف الشديد، انه في شائعات بتطلق يحمل وزرها من اطلقوها، ومحاوله لخوض في سمعه ناس شرفاء وفي كيان يعني كبير كنادي المقاولون العرب. ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا لعبت في نادي المقاولين العرب كلاعب تجديف، وليا يعني معاهم تاريخ في التجديف طبعا من قرون ماضيه كثيره يعني. لكن انا بتكلم على انه انت هذا الفريق وهذا النادي هو اللي فاز على النادي الاهلي في الدور الاول بنفس القياده الفنيه عماد النحاس وبنفس القياده الاداريه وبكل شيء. صح. فانت بتحاول تعمل شوشره وتضغط على الراي العام. هو صحيح قد لا يؤثر في الناس المتبارية، ولكن للأسف الشديد انت بتضع نقاط من السم في نفوس شباب لسه قلوبها غضة لما تشوههم وتشوه ناس قدامهم وتسقط القيمة والقدوة عند هؤلاء الناس. انت بتعمل خلخلة في المجتمع. بالزبط. واعتقد انه ده من اكبر الاخطار. خسارة ماتش او مكسب ماتش او ما الى ذلك ده مش مهم، لانه ياما ماتشات اتلعبت، ياما بطولات اتعملت، لكن في النهايه بتبقى القيم والاخلاق. انا ليه اشك في امير وامير يشك فيا، وليه يبقى فيه نوع من هذا الحقد ونوع من هذا التضليل؟ يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني يجازي كل من اساء لسمعه حد او خاض في سمعه حد او حاول انه يتهمه بالباطل، ولكن اثبتت الظروف واثبتت المواقف انه ربنا سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. صح. فمش الفاسدين، المفسدين. فالمفسد هنا يعني اعتقد انه يعني ربنا سبحانه وتعالى لو كان في الامر الذي اشيع في جانب من الصحه ما كانش حصل هذا التوفيق للنادي الاهلي في تقدير المتواضع والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين تيجي بقى ملحمه اداريه. يعني انا كنت بكلم يعني اخويا العزيز كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، وكنت بقول له انه الموضوع انك انت تستطيع ان تفصل بهذا الفريق في قمه الفرحه والسعاده والنشوه وتنقله النقله الجديه لمواجهه مباراه كبيره مع خصم كبير. صح. زي نادي الزمالك. صح. بكل هذا التاريخ والاسم وما الى ذلك وكل هذه الامكانيات التي اتيحت للزمالك الحقيقه هذا الموسم من صفقات وامكانيات ماديه ويعني تهيئه اعلاميه ومسانده ماديه وكل ما اتيح. اعتقد انها يعني برضو ملحمه بطوله وخط اداري متزن محترم، ويكفي انه ده يعني كان بوجود رئيس النادي اللي حط الفريق وراح له التدريب وحطه على الطريق وبعدين ابتعد عن المباراه عشان ما يبقاش فيه ضغوط على اللاعبين واشياء اخرى طبعا. أكيد. في عدم الحضور، ولكن هو اطمأن الى انه اللعيبه قدرت انها تفصل ما بين هذا المكسب والتحدي. وانا بعتقد يعني انا يعني عمري تجاوز ال 55 وما شفتش بطوله للدوري وبطوله للنادي الاهلي في كل هذا التاريخ من البطولات بهذه الصعوبه. مش صعوبه عشان النادي، ولكن صعوبه عشان زي ما قلت لحضرتك وحكيت للساده المشاهدين الكرام الاجواء المحيطه طول الموسم، الظروف المعاكسه، كل ما الى ذلك. فلما تتوج بهذا وتصل الى قمه هذا المنحنى كنت اخشى انه الامور يبقى فيها ضرب. لكن هنا بقى كان السند الاداري والخط القيمي وروح الفانيلا الحمراء التي تتجلى في مثل هذا الامر. الزمالك على فكره للامانه فنيا كان جيد جدا في مباراه الامس طبعاً. وادى الأمس بشكل على مدار جيد الموسم في الحقيقه وادى بشكل جيد كويس. ولكن تتجلى هنا روح الفانيلا الحمراء، تتجلى هنا قدره اللاعبين على ان هم يتعاونوا ويلتحموا، وده ظهر جدا جدا في مباراه المقاولين. ازاي اللعيبه كلها بتجري على بعض، ازاي كلها بتبقى فرحانه لهذا التفوق، انه تطلع القوه الكامنه لواحد زي حسين الشحات
في هذا التوقيت. طبعا التفوق والخط البياني المنتظم المرتقي لعلي معلول، كل هذه الأمور أعتقد أنها من ضمن الجوانب بالطبع مع الخط الفني والإداري وقدرة فريق النادي الأهلي على أنه هو يصل إلى حالة الثبات اللي وصل لها. طيب ده كلام مهم جدا، وكل هذه الأمور اللي اتكلم فيها أستاذ أيمن بدرة طبعا الناقد الرياضي الكبير، كانت النتيجة بتاعتها أن النادي الأهلي توج ببطولة الدوري الأصعب على الإطلاق زي ما هو قال كده. هو أكيد عاصر بطولات دوري كتير للنادي الأهلي، وأكيد هو ده الدوري الأصعب، لكن عايز أروح مع حضرتك لمنشط من أخبار الرياضة، وبالتحديد بيقولوا تعرض لهجوم وخروج عن النص، أو منشط معنا أستاذ أيمن والخوض في الزمم المالية، ورغم ذلك بيبو يا جبل ما يهزك ريح. بص هو دي ده يعني طبعا انا يعني بشرف ان انا رئيس تحرير هذه المطبوعه، لكن انا عندي يعني جانب كبير جدا من الحريه والتعاون مع زملائي. كويس. اللي كاتب الموضوع ده زميلي الاستاذ اسلام فاروق، وهو طبعا راجل بيغطي النادي الاهلي وعنده اعتقد اتصال مع مصادره، وعصر وشاهد وسجل كل ما تعرض له القيمة الكبيرة في ليس في كرة القدم المصرية فقط ولا في الرياضة المصرية، ولكن القيمة المجتمعية والقدوة محمود الخطيب مع حفظ الألقاب طبعا. وبيرصد أنه في نهاية هذا الأمر وصل إلى أنه هو يصل إلى هدفه، يصل إلى هدفه، لأنه لم يلتفت إلى الصغائر، كان عنده رسالة أنه هو يصنع لكل الجماهير المصرية والعربية والأهلوية بصفة خاصة طبعا. المحبة لهذا الكيان والمؤمنة بالأخلاق وبالروح الرياضية بصرف النظر عن انتماءاتها وألوانها، أنه يصل بصمته وبثباته أنه هو يحقق لهم هدف، ويقول أن هذا النموذج والقدوة لا يتأثر بكل الأدوات التي اصطنعت في خلال الفترة دي لمحاولة التشويه أو لمحاولة التأثير أو أنها تتصور أنها ممكن تكسب بهذا الأسلوب. كويس. فبعتقد أنه الرصد اللي عمله زميلي إسلام فاروق، هو طبعا أخويا الصغير وزميل عزيز، بيتلخص في ما قاله، لأنه في هذا الموضوع زي ما قلت لحضرتك شيء من الرصد لما تعرض له الكابتن محمود الخطيب، وطريقة تعامله بمنتهى الأدب وصمت كالصلد لا تهزه أي طيارات مهما كانت. وأنا يمكن هنا بيحضرني بيت يعني لعلي أستطيع أن أنا أقوله، أن هو بيقول كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعا تلقى بصخر فتسقط أطيب الثمر. فكانت الثمر الذي ألقاه محمود الخطيب للرياضة المصرية والجماهير بطولة قوية للجماهير الأهلوية ستظل تتحاكى بها، بطولة في الأخلاق والقيم وكيفية التعامل مع الصغائر، وإزاي أنه أنت تستطيع أنك أنت في النهاية لا يصح إلا الصحيح، تبقى الأخلاق والقيم الرياضية هي بطولة في حد ذاتها. فرصد للموضوع اللي تناوله زميلي اسلام فاروق. طيب يعني كلام اكيد مهم جدا جدا، واكيد نتمنى ان شاء الله دايما للنادي الاهلي كل التوفيق، لكن عايز اتكلم بقى على الموسم الكروي في مصر بالتحديد، هذا الموسم المنقضي واللي انتهى امبارح بمباراه الاهلي والزمالك. شفت الموسم ده ازاي والصعوبات اللي فيه، وهل تتوقع ان ممكن يتكرر الموسم ده فيما بعد؟ هو اشكاليه هذا الموسم الحقيقه انه كان بلا ضوابط، بلا لوائح بلا قواعد، يعني موسم تحكمت فيه الأهواء والأنواء، وصار كده وفقا لبعض الاتجاهات والتأثيرات الإعلامية، وأحيانا الضغوط من جانب بعض القيادات الرياضية اللي يعني موجودة في الوسط مع كل يعني الأسف ومع كل التقدير أيضا لمن يعني هم في الساحة الرياضية، إنه أحيانا ناس بتحاول إنها تصنع بطولة خارج الملعب أو خارج إطار الرياضة، بمعنى أنها تستخدم وسائل الإعلام، تستخدم الإشاعات كما قلنا، تستخدم أحيانا صلاحيات أو يعني قوى معينة
أو اتصالات معينة أو صناعة أزمات. فكان الاتحاد الحقيقة بيحاول إن هو يعني أنا آسف هستخدم تعبير شعبي شوية يماين. يحاول يعني ايه يمسك العصايه من النص بقدر لا مش من النص يعني هو كانش بيمسك ما كانش من النص يعني كان من النص كان استطاع ان يتزن ولكنه كان يميل كل الميل الى جهه معينه بالظبط وبعدين يعني يحاول ان هو تستقيم الامور. فانت مثلا يجي نادي يطلب حكام اجانب يتم الرفض رفضا باتا وكلنا ثقه في الحكام المصريين اوكي احنا كلنا ثقه في الحكام المصريين واحنا دول ولاد بلدنا وكذا وكذا. فيجي نادي تاني يطلب حكام اجانب فيقول لا وملازم ونديهم الحكام يعني انت مين فيهم؟ انت الاتحاد اللي بتحمي حكامك المصريين وبتساندهم ولا انت الاتحاد اللي بتقول انه العداله ان انا اجيب حكام اجانب ولا انا مش انا عايزك تحدد لي شخصيتك. انت اللي بترفض المؤجلات وبتعمل 10 مباريات في شهر للنادي ولا انت اللي بتقول لا ادي فرص للفرق المتباريه في افريقيا وما الى ذلك. انت مين فيهم؟ طبعا مع كل الاحترام والتقدير لاخي العزيز المهندس عامر حسي اللي استطاع ان هو يتحمل كثير جدا وحاول يمشي الموسم ولكنه في النهايه هو رئيس لجنه وليس له سلطه التصديق على القرار. في توجهات وفي سياسه استراتيجيه ماشيه من مجلس الاداره وبرضه مع كل احترامي وتقديري لشخوص مجلس الاداره ولكن كان لدى بعض منهم إن لم يكن الكثير منهم توازنات وتوجهات وعلاقات وصفقات واتصالات وكل هذه الأمور أثرت على القرارات اللي كانت بتصدر وللأسف الشديد العدالة في إدارة المسابقة خلعت العصابة اللي على عينيها وبدأت تبص كده شوية وتبص كده شويتين وتعمل محاولات لأنها ترضي بعض الأطراف على حساب الأطراف الأخرى. وبالطبع كانت هناك آلة إعلامية مساندة لهذا الأمر وبتصنع وعي زائف وبتؤثر في هؤلاء الناس. ولما بيكون في زي ما قلت يعني شيء من التجاوزات وإنت راجل محترم وبتنقع انك انت تدخل في التجاوزات تظهر وكانك الضعيف بالظبط في هذا التوقيت ولكن في النهايه حينما تتوج وحينما تصل الى القمه وحينما تجد كل الناس تظهر قوتك بقى كل الناس تعيها السبل في المكانه اللي انت وصلت لها يعني ازاي ده عمل كده يعني احنا عمالين نخبط فيك طول النهار وعمالين نقول لك انت كذا ونسيء ليك وما الى ذلك مع انه في ناس وفي مؤسسات رياضية كبيرة جدا في هذا المجتمع فعلا. وهذه المؤسسات تمتلك تاريخ يمكن يعني بعض المسؤولين دلوقتي شوهوا هذا التاريخ وتمتلك جذور في الرياضة المصرية تمتلك كيانات للأسف هذه الكيانات ابتعدت في فترة الانفراد وأصبحت الأمور واضحة كويس. الأهلي بإدارته المؤسسية في مؤسسة في مجلس إدارة وفي إدارة وفي تخصصات يعني متدرجة لها كل الصلاحيات الواضحة وفي اتجاهات أخرى لها جوانب فردية وهذه الجوانب الفردية هي رؤية شخصية حتى ولو كانت يعني ترى في نفسها الصواب ولكنها تحكم بأسلوب يعني له زاوية واحدة وبالتالي اللي بيحكم بزاوية واحدة ده بيبقى صعب. بالتالي نصايح حضرتك ايه للمسؤولين اللي جايين الفتره الجايه لاداره الكره المصريه من خلال اتحاد الكره المصري؟ ايه النصايح اللي حابب تقولها لهم عشان نتفادى تكرار موسم سيء وصعب جدا زي الموسم ده؟ شوف هو من يومين اول امبارح كان في اجتماع لسياده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمام. مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وعدد طبعا من السادة المسؤولين في مكتب سيادة الرئيس وما إلى ذلك. كان العنوان الأبرز في هذا الاجتماع هو إصلاح المنظومة الكروية فعلا إصلاح المنظومة كويس الكروية جداً. كويس جدا وإصلاح المنظومة الكروية يعني أن هناك علاج للجذور عارف كده أطباء الأسنان كده يعني أنه بيعالج من الجذور عشان ما يبقاش فيه شيء
مش مبني على أسس صحيحة. ولما بعض الناس يقولك إيه يعني هو سيد الرئيس هيعمل كل حاجة لا، ما هو لازم يتابع، هو رأس السلطة في مصر ومسؤول عن الأمور دي طبعا. بيتابع مع الوزير المختص ومع مجلس الوزراء، لأن إصلاح المنظومة الكروية مش متعلق فقط بتخصص وزير الشباب والرياضة. هو رجل حينما أسندت إليه مهمة كأس الأمم الأفريقية في فترة وجيزة قام بمهمته على أكمل وجه وأدى مع كل أجهزة الدولة المهمة التنظيمية الإدارية بدرجة وصلت إلى الإبهار. أما الجانب الفني فكان فيه انهيار فعلا. الجانب الفني حصل فيه أخطاء واستهانة واستهتار فعلا. فكانت النتيجة أنه الجانب الفني هنا لازم يتحاسب صح. أنت أخذت كل صلاحياتك، أخذت كل مسؤولياتك، وكان في جانب آخر وهو التنظيمي والإداري والاحتفالي وكل ذلك، وفي جانب آخر شعبي أم بالشعب المصري على أكمل وجه من حفاوة واحتفال ويعني تكريم لكل ضيوف مصر اللي شفناهم في الشوارع بينزلوا وبيروحوا هنا وهنا وهنا، والفيديوهات طبعا مسجلة شهد بها أعدائنا قبل أحبائنا. والحقيقة ده هيبقى زي ما بقول كده منارة لكل من يريد أن يعرف أصالة هذا الشعب المصري ومكانته وقدرته على أن هو حينما يقبل التحدي يستطيع أن هو يعمل في هذه الفترة الوجيزة. فإصلاح المنظومة الكروية اللي تم عرض جانب من خطواته على سيادة الرئيس في الاجتماع من جانب الدكتور أشرف صبحي، ومن طبعا بعد التنسيق مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لأنه بيمتد إلى عدد من الوزراء. إصلاح المنظومة الكروية فيها جانب متسق بالتعليم، فيها جانب متسق بالمحاسبة القانونية، فيها جانب متسق بالجانب التنمية الإدارية أو المحليات، فيها حاجات كتيرة جدا جدا متعلقة بمثل هذا الأمر. فأنت بتتكلم على إصلاح المنظومة الكروية يعني أنه إن شاء الله بإذن الله هتكون في مسابقات بشكل كبير منظمة، مش هنصل إلى الدرجة اللي إحنا بنأملها من الموسم، لأنه أنت بتخطو خطوات واحدة واحدة صح. فأنت لما بتيجي تتكلم على عملية إصلاح مش عايزين ترميم، مش عايزين أمور تمشي يعني زي مسكنات، يعني مش عايزين مسكنات، احنا عايزين اصلاح من الجذور عشان نشوف الكرة المصرية بشكل افضل تمام. فانت بتعمل بتوسع القاعدة، عندك مشروع لاكتشاف المواهب، عندك دراسة يعني شديدة الدقة لما جنيناه من موضوع الاحتراف وسلوكيات اللاعب المحترف وشخصية اللاعب الدولي واختلافها عن شخصية اللاعب المحلي، عن التنمية الوطنية والسلوكية للاعب يفضل أحيانا مصلحته الشخصية والمكاسب المادية والإعلانات على مصلحة منتخب بلده، ويسمح له الجانب الإداري بمثل هذا الأمر وبمثل هذا التجاوز. عندنا أيضا نوع من يعني التخلي الوطني أو تخلي الإعلام عن دوره الوطني في سبيل الجري برضو وراء الإعلانات وما إلى ذلك، ومحاولة اختراق المنتخب والانسياق وراء مثل هذا الأمر، وأنه الإعلام يجب أن يقوم بدوره، لأنه فعلا وأنا واحد من الناس اللي ليا يعني جزء صغير في هذا المجال من سنوات طويلة بقول برضو إحنا قصرنا أنا وزملائي. بمعنى إيه برضو أستاذ أيمن؟ يعني قصرنا إزاي؟ أو حضرتك مثلا زي ما بتقول كده حضرتك جزء من الإعلام المصري، شاف التأثير من الإعلام كان شكله عامل إزاي يعني؟ لا، كان في تأثير شديد جدا في جوانب إنه الأمور انصرفت إلى اتجاهات يعني ألوان معينة، محاولة الكلام عن شخصيات، إنه يهمني إن أنا أسير الأمور، إنه ما تبناش قضية أخلاقية زي ما حصل في موضوع استبعاد اللاعب عمرو وردة، وإنه يبقى في انسياق وراء العاطفة، إنه الأمور تحكمها العلاقات الشخصية والمصالح المادية، ومين هيبقى معايا في البرنامج ده وهياخد كام، ومين مش هيبقى معايا، ومش مهم مين هيقول إيه. وللأسف الشديد يعني في أخ صديق ليا يعني ربنا يديله الصحة اسمه سعد صيام، هو من دمياط، يقول لك دائما في مقولة يعني أنا بعتز إن هو يعني الإعلام سلعة لا تباع ولا تشترى، وتجريم الكذب بداية الإصلاح. إحنا للأسف الشديد الناس بقت تتاجر بالكذب للأسف، والإعلام أصبح سلعة تباع وتشترى، وبالتالي لما بيبقى فيه سلعة تباع وتشترى وهي المسؤولة عن توجيه الرأي العام وصناعة الوعي لدى الناس،
بفلوس وبتمويل من هنا ومن هنا، وناس بتحاول تاخد الكلام في اتجاهات. اعتقد ان احنا وصلنا لمثل هذا الامر وللخبطة اللي حصلت في معسكر المنتخب. عايز اطمن حضرتك، اطمن السادة المشاهدين الكرام، انه ان شاء الله باذن الله تعالى خطوات الاصلاح هتمشي. انا شخصيا عندي ثقة في اشرف صبحي مع حفظ الالقاب، عندي ثقة في اجهزة الدولة اللي بتشتغل على مثل هذا الامر. الامر ما هوش سهل، لان في جذور وفي ناس بتدور على مصالحها الشخصية، وفي انواع بتحاول تعصف بمثل هذا الامر. لكن ان شاء الله باذن الله تعالى الدرس القاسي اللي خدناه في كاس الامم الافريقيه، ومحاولات صناعه كيان وصناعه شعبيه الكيان مصنوع بحجه الاستثمار في الموسم الماضي، اعتقد انه وصل قناعه الى ان الهويه المصريه لهذا المجتمع هي اهلاويه وزملكاويه واسماعيلاويه واتحدويه، ومفيش حد هيجي باموال مهما كانت عشان يصنع لنفسه شعبيه او يصنع لنفسه مكانه. شيء مؤكد. فلازم نقول انه ان شاء الله باذن الله تعالى القادم افضل، القادم افضل باذن الله تعالى ان شاء الله. طب نرجع لافراح النادي الاهلي وافراح جماهيره، ونشوف ردود فعل جماهير النادي الاهلي على صفحات قنوات الاهلي المختلفه، سواء فيسبوك تويتر وانستغرام، ورسالتهم للاعيبه النادي الاهلي بعد الفوز على نادي الزمالك بالتحديد. خلينا نبتدي من فيسبوك. وابو لوجين بيقول: المحترم الله يعزك، بشكرك شكرا جزيلا. سما محمد قالت: عملوها الرجاله ورفعوا راسنا، وده اللي متعودين عليه دايما، وبالتوفيق في القادم. حسيني هاشم قال: الف مبروك يا رجاله، كنتم على قدر المسؤوليه، فرحتونا جدا. عمار احمد قال: الف مبروك وعقبال افريقيا يا رب، وده اللي اكيد بيتمناه كل جمهور النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله. محمود حسن ابو عمر قال: مليون مبروك يا رجاله، بس بالشكل ده ممكن يكون بينتقد الاداء شويه، باذن الله الاداء هيكون افضل والنادي الاهلي يقدر ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ابو تريكا: الف مليون مبروك وعقبال الدوري. محمد عطيه قال: كنتم على الموعد، وان شاء الله مستنيين المزيد من الانتصارات والبطولات، واحنا وراكم وبنهتف باسم نادينا الغالي. مليون مبروك يا رجاله. نروح لتويتر. تويتر احمد زيزو قال: رجاله دايما معاكم. السيد احمد قال: رجاله. احمد عبد الله قال: مليون مبروك، بطوله بجهد الاداره فقط، نتمنى عليهم الاستمرار ان شاء الله باذن الله في المزيد من الالقاب. عمرو انيستا قال: شكرا لعيبه النادي الاهلي، كنتم على قدر المسؤوليه، دايما شعب وجمهور الاهلي وراكم في كل مكان. الافراح كبيره عند جماهير النادي الاهلي يا استاذ ايمن بلقب غالي ومهم، لكن الجميل في جمهور النادي الاهلي ان هو مركز في اللي جاي، وبيطلب من الجهاز الفني واللاعبين والاداره بطوله دوري ابطال افريقيا. انت حضرتك لو شفت غلاف اخبار رياضه هتلاقي احنا جايبين بنقول انه الكابتن محمود الخطيب يفتح صفحات جديده، في صفحات جديده، وده يمكن اللي قاله لهم كابتن الخطيب لما راح: خلاص شكرا يا رجاله، مرحله. لكن الاهلي لا يتوقف عند مرحله، ما يفضلش يقول انا خدت بطوله الفلانيه وقفت عند البطوله الفلانيه وما الى ذلك، لانه مسيره الانجازات دايما بتحتاج للمزيد. واعتقد انه ده طموح برضو جماهير النادي الاهلي، وهي اضافه لجماهير الكره المصريه بالطبع. احنا عايزين كل الناس تتنافس، واذا كان في بعض الناس عايزه ليها رؤيه في موضوع الجانب الفني للفريق فما فيش مانع، اصل مساله الاداء الفني ده تذوق. فعلا مساله تذوق، واللاعب المفروض ان هو لاعب مبدع بيقدم ما حباه الله به من موهبه في الملعب. صح. قد يعجبك اداء فنان وما يعجبنيش، قد ترى انه لاعب مميز معين، انت ليك رؤيه انه هذا اللاعب له دور تكتيكي، وانا شايفه انه لازم يقدم لي لمحات مراوغه وما الى ذلك. فالجانب الفني حينما يختلف فيه الناس مفيش مانع، احنا كلنا في النهايه هدفنا مصلحه الكره المصريه ان النادي الاهلي يقدم اداء راقي وعالي، وانه في النهايه يكون ممثل قوي للكره المصريه، وان شاء الله باذن الله تعالى على قمة الكرة الإفريقية بإذن الله. وأيضا العربية، وكفاية أنه زي ما قلت قدم ملحمة في التحدي وفي الأخلاق وفي الروح الرياضية خلال هذا الموسم. 365 يوم، كل يوم 363 يوم بتاعي 63 يوم، يعني النهاردة احنا 65 ماشي. فيهم كل يوم دروس، فيهم كل يوم تحديات، فيهم إخفاقات، ولكن في النهاية التتويج يعني أننا نتوقف أمام ما كان وندرسه بكل تأني ونصحح
ما كان من إخفاقات ونرتقي درجات إن شاء الله بإذن الله، لأنه الأهلي مكانه العالمية النادي الذي وصل إلى أكثر الأندية تتويجا إن شاء الله بإذن الله سيبقى وسيكون الصدارة دائما إن شاء الله. سريعا نستعرض بعض التفاعلات من الشخصيات العامة والأهلوية بعد الفوز على نادي الزمالك امبارح على السوشيال ميديا. نبتدي بصفحة أو بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي واللي نشرت عدد من الصور من مباراة امبارح أمام الزمالك على فيسبوك، وعلقت قالت: ختام ولا أروع لبطولة الدوري، من أبطالنا إليكم أرقام فريقنا هذا الموسم: 80 نقطة 34 مباراة 25 فوز 56 هدف. وكمان نشر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر صورة مكتوب عليها الأهلي فوق الجميع، وعلق عليها وكتب: الحمد لله ختامها مسك، مبروك لجمهورنا العظيم، الفرحة فرحتين ولا عزاء للحاقدين. كمان نشر محمد الجرحي عضو مجلس إدارة الأهلي على فيسبوك صورة مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ورموز النادي من مدرجات برج العرب في مباراة الأمس، وكتب: انتهى الدوري، الترتيب واضح، الأهلي بطل على القمة، لأن القمة لا تليق إلا بالأهلي، كل التحية للجماهير العاشقة التي دعمت الفريق والكيان من اللحظة الأولى. كمان طارق أنديل عضو مجلس الإدارة نشر صورة على تويتر من مدرجات برج العرب امبارح وكتب: افرح يا اهلي. كمان محمد سراج عضو مجلس اداره الاهلي على حسابه الخاص على تويتر: الحمد لله، نبارك لجماهير الاهلي اللاعب رقم واحد الذين تعملوا عناء موسم استثنائي شاق، ولكن كانت نهايته خير لما يستحقه اعظم جمهور في الكون، شكرا لكم على مساندتكم. انا عايز اختم بجمهور النادي الاهلي يا استاذ ايمن في الحقيقه، وزي ما قال كده دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي ان الجمهور هو رقم واحد، والجمهور السنه دي بالتحديد شاف امور كتيره جدا ممكن يكون اول مره شافها جمهور النادي الاهلي اكثر تحديدا يعني، وفي النهايه النادي الاهلي توج باللقب. جمهور النادي الاهلي له كل التقدير، جمهور النادي الأهلي جمهور كبير، يمكن حصل بعض المناوشات والمشكلات وحصلت بعض العثرات ونسب إليه بعض الناس اللي أساءوا لهذا الجمهور العظيم، ولكن في النهاية يبقى الجمهور الأهلاوي سند ووقود حقيقي لأي بطولات تحققت، والجمهور الحقيقي هو اللي هيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى في الموسم المقبل من خلال النظام اللي موضوع، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع انطلاق الموسم الجديد مع إن شاء الله بإذن الله تعالى الإصلاحات اللي جارية في الكرة المصرية. عايز أقول لك أنه في عدد كبير جدا من أعضاء الجمعية الأممية، كنت ناسي أقول أعضاء الجمعية الأممية للاتحاد مجتمعين بيجتمعوا بيتواصلوا وطالبين أنه يبقى في جمعية عمومية غير عادية، وبيقوموا بدورهم بعد أن استفاقوا لأنه في كان في بعض الثغرات في الاختيارات. فإن شاء الله بإذن الله تعالى جمهور النادي الأهلي ومكانته وعظمته إن شاء الله بإذن الله تعالى هيكون سند ودافع، لأنه هو الجمهور ده اللي كان في كأس الأمم الأفريقية واللي تعرض للصدمة نتيجة إخفاقات المنتخب الوطني، بس الجمهور ده يلفظ من بينه من يحاول أن يسيء إليه ويسيء للنادي الأهلي ويسيء لأخلاقيات الشباب المصري والشعب المصري. للأسف الشديد أنا يعني بشكر حضرتك جدا يا أستاذ أيمن، وفعلا جمهور النادي الأهلي هو الرقم واحد أو اللاعب رقم واحد في تحقيق أي لقب بيحققه النادي الأهلي. كان ضيفي في حلقة النهاردة الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير أستاذ أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. أنا بشكرك جدا، بشكر السادة المشاهدين الكرام، وإن شاء الله نلتقي دايما في انتصارات وفي ايام فيها بطولات كتيره جدا جدا إن شاء الله للنادي الاهلي وللكره المصريه بصفه عامه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، الفوز ببطوله الدوري وفوز على نادي الزمالك، لكن لسه التحدي القادم باذن الله باذن الله بطوله دوري ابطال افريقيا، والتركيز كل التركيز على هذا اللقب. مبروك وحققوا تفرحوا، ولازم ان احنا نفرح كمان بهذا اللقب الغالي جدا من بطوله الدوري.